لا إله إلا أنت المعبود يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم، وتكرمنا بها بنور الفهم، وتوضح عنا بها ما أشكل حتى يفهم، إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا توقفنا من قبل في قول الناظم رحمه الله، وعلى قول الناظم رحمه الله من البيت الثاني: على نبي جاء بالتوحيد وقد خلا الدين عن التوحيد، الحمد لله على صلاته، ثم سلام الله مع صلاته، على نبي جاء بالتوحيد وقد خلا الدين عن التوحيد. إذن بعدما افتتح المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة والحمدلة ابتداء بالكتاب العزيز، صلى على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: ثم سلام الله مع صلاته، على نبي جاء بالتوحيد. المراد بالنبي مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي مشتق من النبأ، وهو الخبر، لأن أي نبي هو مخبر عن الله سبحانه وتعالى، أو مخبر من الله جل وعلا، إما أن يأمر بالتبليغ فهو رسول، وإما أن يخبر أو يكلف بشرع في خاصة نفسه فهو نبي. وقيل إن النبي مشتق من النبوءة، وهي الرفعة في المكانة، لأن النبي مرفوع المكانة عند الله وعند الخلق، أو لأن من اتبعه رفعه الله سبحانه وتعالى ورفع قدره. وجاعي قال سبحانه وتعالى خاطبا سيدنا عيسى عليه السلام: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. إذن النبي إما أن يكون من النبأ وهو الخبر، لأن النبي مخبر عن الله سبحانه وتعالى، وإما أن يكون من النبوءة وهي علو المكانة وارتفاعها، لأن النبي عالي المكانة عند ربه وعند الخلق، أو لأن من اتبعه يرفع الله سبحانه وتعالى شأنه ومكانته. وقد عبر المصنف رحمه الله بالنبي اقتداء بالكتاب العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي. وفيه إشارة إلى أنه يستحق الصلاة بوصف النبوة فحسب، فمن باب أولى وأحرى أنه يستحقها بوصف الرسالة، فهو نبي رسول. و النبوة أعم من الرسالة، لأن النبي هو ذكر مكلف سالم من منفر طبعا أوحي إليه بشرع، وإن لم يؤمر بتبليغه، أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فإن أمر بتبليغه فهو رسول. ولذلك كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول، وهكذا. إذن فالنبوة هي أعم من الرسالة. إذن فإذا استحق النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بوصف النبوة فحسب، فمن باب أولى وأحرى أنه يستحقها بوصف الرسالة. إذن والرسالة تقتضي النبوة وليس العكس، كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. والنبي هو رجل ذكر سالم من منفر طبعا أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالتبليغ، فإن أمر بالتبليغ فهو نبي رسول. اختلف في عدد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وفي عدد الرسل، ورد في صحيح ابن حبان وفي مسند الإمام أحمد أن عدد الأنبياء 24,100، وعدد الرسل 313 أو 14، ولكن الصحيح الأسلم الإمساك عن ذلك، لقوله سبحانه وتعالى: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك.
على نبي جاء بالتوحيد. هذه الجملة وصف لنبينا صلى الله عليه وسلم، جاء بالتوحيد أي أرسل بالتوحيد أي بدين التوحيد. والمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله ربه بدين التوحيد. إذن فهذه الجملة المخصصة على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المراد، على نبي جاء بالتوحيد، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالشريعة كلها بما فيها التوحيد، بما فيها العمل، بما فيها الأخلاق، بما فيها السلوك. إذن جاء بنظام حياة متكامل، إلا أن المصنف رحمه الله خصص الشريعة أو ذكر جزءا من الشريعة وهو التوحيد من باب إشعار، الإشعار بالمقصود أي بما يتكلم به، بما سيتكلم فيه، لأنه بما أنه عقد هذا النظم لكي يتكلم فيه عن علم التوحيد والعقيدة قال جاء بالتوحيد، يعني فيكون هذا من باب براعة الاستهلال، وهو أن تتضمن المقدمة ما يشعر بمقصود المؤلف رحمه الله، أو لأن التوحيد هو أشرف وأعظم أقسام الشريعة الإسلامية التي جاء بها مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء بنظام حياة متكامل هو مناط السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة. على نبي جاء بالتوحيد وقد خلا الدين عن التوحيد، فهذه جملة حالية، أي أرسله، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله ربه بدين التوحيد في وقت خال الدين عن التوحيد، يعني في وقت كانت البشرية لا تعرف توحيدا خالصا، فأرسل يعني في 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 بيئة أو في زمان طغى فيه الشرك وعبادة الأصنام، وطغى فيه التحريف، تحريف الديانات الأخرى السماوية كاليهودية والنصرانية إلى غير ذلك. والتوحيد لغة، على نبي جاء بالتوحيد وقد خال الدين عن التوحيد، وهذا فيه إشارة إلى أن الدين يطلق حتى ولو كان هذا الدين فاسدا، فالدين هو ما يدان به سواء كان صحيحا أو سواء كان فاسدا، بدليل قوله وقد خال الدين عن التوحيد، وبدليل قول الله سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. التوحيد لغة هو العلم بأن الشيء واحد، وشرعا هو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته والتصديق بها ذاتا وصفاتا وأفعالا. وللإشارة هناك فرق بين التوحيد وبين علم التوحيد، فرق بين العقيدة وبين علم العقيدة. فالعقيدة أو التوحيد بغض النظر عن كونها علما مدونا له أصول وله قواعد وله كتب وله علماء تخصصوا فيه، يعني كانت على عهد مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بها القرآن الكريم، وجاءت بها السنة النبوية، وجاء بها مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. أما العلم أو العقيدة كعلم، علم العقيدة أو علم التوحيد، فهذا لم يظهر إلا مع ظهور العلوم وتدوينها كالفقه، يقال فيه ما يقال في الفقه وما يقال في الأصول وما يقال في غير ذلك من العلوم من اللغة العربية إلى غير ذلك. لما جاء سيدنا أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه أسس له قواعد ودفع عنه الشبه، فصارت العقيدة وصار التوحيد علما مستقلا بذاته. إذن فلا بد أن نفرق بين العقيدة، وهذه جاء بها القرآن والسنة وكانت على عهد مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرق بين علم العقيدة الذي ظهر مع التدوين والتأليف ودفع الشبه كما سيأتي لنا. أما التعريف الشرعي العلمي للتوحيد أو للعقيدة، فهو علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية من أدلتها اليقينية، وسيأتي لنا تفصيل هذا التعريف فيما بعد. وهذا التوحيد أو علم التوحيد له أسماء كثيرة، وصلها بعضهم إلى 8 أسماء، منها علم العقيدة، منها علم الكلام لكثرة الكلام فيه،
منها أصول الدين كما قال الناظم فيما بعد، وبعد فالعلم بأصل الدين، منها الفقه الأكبر إلى غير ذلك من الأسامي، ولكن أشهر أسمائه التوحيد، علم التوحيد. وسمي بعلم التوحيد لأن أشهر مبحث فيه هو الوحدانية، لأنها أشهر مباحثه، فهذا من باب إطلاق الشيء على جزئه الأعظم. على نبي جاء بالتوحيد وقد خلا الدين عن التوحيد. والدين هو ما يدان به، يطلق على الطاعة، يطلق على العبادة، يطلق على الجزاء، يطلق على الحساب، واصطلاحا هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من الأحكام، ما شرعه الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه من الأحكام. ويقال له ملة من باب أن الملك يمليه على النبي، ويقال له شريعة من باب أن الله سبحانه وتعالى شرعه، ويقال له دين من باب أننا ندين الله سبحانه وتعالى به وننقاد إلى أمر الله جل وعلا من خلاله. على نبي جاء بالتوحيد وقد خال الدين عن التوحيد، فأرشد الخلق لدين الحق بسيفه وهديه للحق. فاعل أرشد هو مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرشد الخلق لدين الحق أي لدين الله سبحانه وتعالى. الحق من أسماء الله جل وعلا. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الخلق، والإرشاد إما أنهم أو أنه صلى الله عليه وسلم صيرهم راشدين، فيكون هذا، فيكون الخلق الذي هو مفعول به خاص بمن آمن، فأرشد الخلق لدين الحق أي صيرهم راشدين. وقد يراد بمعنى أرشد أي دلهم على الهداية سواء اهتدوا أم لم يهتدوا، فهنا يكون عاما بمن آمن وبمن لم يؤمن. إذن فهناك إرشاد خاص وهناك إرشاد عام. أرشد بالمعنى الخاص أي صيرهم راشدين، أدخلهم في الإسلام وحسن إسلامهم إلى غير ذلك، وهذا خاص بمن آمن به صلى الله عليه وسلم. وقد يراد بمعنى أرشد أي دلهم على طريق الهداية والرشاد سواء اهتدوا وآمنوا أو لم يؤمنوا، وعلى هذا يكون الإرشاد عاما بمن آمن وبمن لم يؤمن، يدخل تحته المؤمن والكافر، فأرشد الخلق. وعلى المعنى العام فالمراد بالخلق الثقلان الجن والإنس، وإن كان مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرسل إلى جميع الخلائق، أرسل إلى الجن والإنس إرسال تكليف، وأرسل إلى الملائكة إرسال تشريف. فأرشد الخلق لدين الحق أي لدين الله سبحانه وتعالى. الحق من أسماء الله سبحانه وتعالى أي المتحقق وجوده دائما وأبدا. فأرشد الخلق لدين الحق بسيفه وهديه للحق، أي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الخلق بالسيف، وليس المراد بالسيف ذاته وإنما بما جاء به صلى الله عليه وسلم من مشروعية الجهاد وجهاد الكفار إلى غير ذلك، وأرشد الخلق بهديه ودعوته وإرشاده. فأرشد الخلق لدين الحق بسيفه وهديه للحق محمد العاقب، هكذا بضمة واحدة لضرورة النظم، محمد صلى الله عليه وسلم العاقب بسكون الباء أيضا لضرورة الوزن، لرسل ربه وآله وصحبه وحزبه. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علم منقول من حمد، من اسم المفعول المضعف حمد هكذا، فهو أبلغ من محمود، وهذا الاسم أشرف أسمائه صلى الله عليه وسلم. وأسماؤه عليه الصلاة والسلام توقيفية، أسماؤه توقيفية باتفاق بخلاف أسماء الله سبحانه وتعالى جرى فيها الخلاف، فأسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية على الراجح. والفارق بين كون أسمائه صلى الله عليه وسلم توقيفية باتفاق وبين أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية على الراجح هو أنه صلى الله عليه وسلم بشر ربما تسوهل في شأنه ومقامه،
فكانت أسماؤه توقيفية سدا لذريعة التجاسر أو التطاول على مقامه الشريف عليه الصلاة والسلام، بخلاف مقام الألوهية فلا يتجاسر أو يتطاول عليه أحد. محمد العاقب لرسل ربه، وقد سماه بهذا الاسم جده عبد المطلب، ولما سئل عن سبب تسميته قال رجوت أن يحمد أمره في الأرض والسماء، هذا باعتبار الوضع، وإلا فالمسمي له في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. محمد العاقب هذا اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، العاقب فهو جاء بعد جميع الرسل وعقب جميع الرسل، فلا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، وإنما كان عليه الصلاة والسلام عاقبا لرسل الله سبحانه وتعالى جميعا عليهم الصلاة والسلام، ليكون شرعه ناسخا لجميع الشرائع، فلا شريعة بعده ولا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، ولأنه عليه الصلاة والسلام هو الثمرة العظمى وهو المقصود من الخلق، وشأن الثمرة في الأشياء أن تكون في النهاية، يعني الثمرة لا تنتج ولا يتحصل عليها الإنسان إلا في آخر الأمر، فكذلك مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ثمرة الخلق وهو مقصود الخلق، فلا بد أن يكون جامعا لكل ما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الشرائع والأحكام. محمد العاقب لرسل ربه، وهنا عبر بالرسالة لأنها أشرف من النبوة، ولكن ختم الرسالة لا يقتضي ختم النبوة، لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، وهكذا محمد العاقب لرسل ربه. إذن عبر بالرسالة لأنها أشرف من النبوة، لأنها جامعة بين الحق والخلق، العاقب لرسل ربه أي خالقه ومالكه وآله وصحبه وحزبه، بعدما صلى وسلم على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنى بالصلاة والسلام على آله عليه الصلاة والسلام، وآله صلى الله عليه وسلم لهم تعريفات باعتبار المقامات، أما في مقام الدعاء فهو كل تقي لما ورد آل محمد صلى الله عليه وسلم كل تقي، وأما في مقام الزكاة فهم بنو هاشم الذين تحرم عليهم الصدقة ولا تجوز لهم الزكاة، إلى غير ذلك من المعاني، وقد يطلق آل البيت ويراد بهم أهل الكساء، وقد يتوسع فيهم ويدخل فيهم أزواجه صلى الله عليه وسلم وقرابته من بني هاشم إلى غير ذلك، وآله وصحبه ثنى أيضا أو عطف على الآل وأدخلهم في الصلاة والسلام وخصهم بالذكر، مع أنهم داخلون في الآل في مقام الدعاء لأنهم من أتقى الأتقياء، والصحابي أو الصحب جمع صحابي وهو كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك سواء رآه أو لم يره، هذا عند المحدثين، أما عند الأصوليين فقد اشترطوا طول الصحبة، وآله وصحبه وحزبه، الحزب هم الجماعة الذين هم على أمر واحد، قال سبحانه وتعالى أولئك حزب الله لئن حزب الله هم المفلحون، وقال كل حزب بما لديهم فرحون، ولكن الظاهر هنا أن المراد بحزبه من غلبت ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، فهي أخص من الصحب، فهي أخص من الصحب في هذا، يعني يراد به يعني خاصة صحابته صلى الله عليه وسلم، من طالت به صحبته ومن غلبت عليه ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد يراد به أو يحتمل المراد أن المراد بالحزب هم أتباعه مطلقا سواء في عصره أو بعد ذلك، وهذا أولى لما فيه من التعميم، وهذا معنى قوله رحمه الله محمد العاقب لرسل ربه وآله وصحبه وحزبه، ونتوقف عند هذا الحد، والله ورسوله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.